مشاهدينا اهلا بحضراتكم. ازمه علي معلول تعود للساحه مره اخرى، وانباء عن استبعاده عن النادي الاهلي وترشحه في البرلمان التونسي. حقيقه الامر كامله هنعرضها لحضراتكم دلوقتي من خلال هذه التغطيه، فتابعونا. حالة من الغموض تسيطر على مصير التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي بعد رفع اسمه من قائمة القلعة الحمراء بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي. وكان بالفعل معلول تعاقد مع النادي الأهلي طبعا في شهر يوليو عام 2016، وكان بالفعل قادم من النادي الصفاقسي التونسي. أما عن الحقيقة أنه فعلا رحيل علي معلول بنهاية الموسم عن صفوف القلعة الحمراء أو النادي الأهلي فبالفعل أصبح قريب، خاصة بعد اعتماد السويسري مارسيل كولر المدير الفني على المغربي يحيى عطية الله الوافد من نادي سوتشي الروسي، وده طبعا كان على سبيل الإعارة. وكان بالفعل في الآونة الأخيرة أثير ملف منح الجنسية المصرية للاعب التونسي علي معلول عشان يتم بالفعل تقييده كلاعب محلي في قائمة القلعة الحمراء، ولكن صرحت بعض الشخصيات ان هناك صعوبات كبيرة جدا بتواجه معلول في ملف حصوله على الجنسية المصرية، فضلا طبعا عن الاتجاه من جانب اللاعب وفق تقارير إعلامية للتخطيط للدخول للمعترك البرلماني في دولة تونس. مستمرين مع حضراتكم في بيت تفاصيله، بنقول كمان انه صرح عدلي القيعي الرئيس السابق لشركة كرة القدم بالاهلي عن امكانية حصول التونسي علي معلول على الجنسية المصرية بالفعل لامكانية قيده كمحلي. طبعا ان بعض الشركات عارضت اتمام هذا الامر في ظل توفير الشروط المطلوبة. واكد محمد رمضان المدير الرياضي في النادي الاهلي في وقت سابق ان التونسي علي معلول كان بالفعل قريب جدا من الحصول على الجنسية المصرية، ولكن كانت هناك صعوبات تحيط بالأمر خاصة باللاعب علي معلول نفسه. فيما أيضا صرح وقال الإعلامي الكبير أحمد شوبير إن عدم حصول علي معلول على الجنسية المصرية حتى الآن ده طبعا بسبب أزمة في تونس وليس من النادي الأهلي، أو طبعا ليس له علاقة بمصر. وبالفعل وفق الفترة الخامسة من المادة الرابعة للقانون رقم 26 لسنة 1975 في القانون المصري، فإن التونسي علي معلول طبعا غير مؤهل للحصول على الجنسية المصرية، حيث يجب وفق القانون أن يجعل مصر إقامته العادية لمدة 10 سنوات وليس 5 سنوات فقط. وايضا من ناحيه اخرى اكد الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروي التونسي ان القانون التونسي لا يمنع علي معلول نجم النادي الاهلي من الحصول على الجنسيه المصريه، مشيرا الى انه لا توجد اي مشكله في القانون التونسي بتمنع علي معلول من الحصول على الجنسيه المصريه او انه ياخد جنسيه اي بلد ثانيه. واخيرا مع حضراتكم هنقول عن صحة ما تداول ان معلول بيخطط للترشح لعضوية البرلمان التونسي في المستقبل، فبالفعل صرح الدكتور جمال الحاجي ان لا علم على نواية معلول، لكن لن يتم تداول هذا الخبر في تونس على الاطلاق. الى هنا مشاهدينا الكرام بتنتهي هذه التغطية، لمزيد من المتابعات والتغطيات تابعونا على موقع صدى البلد الاخباري. بنشكر حضراتكم جدا على طيب المتابعة والى اللقاء.